طيب كده الصوت واضح يا شباب، الصوت كان بيقطع قبل كده اهوت، يعني قولوا لي بس وصلنا لحد فين، لحد ما قبل ما الصورة تقطع. من كروت بتاع فايلز. طيب حلو قوي. الهاش دي هي الحاجات الكونتينز، السيلف كونتينز هيدرز والهيدر فايل، ازاي بنعمل انكلود حاجة دايما. الصوت بيقطع يا باشمهندس. احنا محتاجين على شويه حاجات كده، من حاجه بنعملها انكلود تبقى دوت اتش. لو انت عايز تحط تعمل انكلود دي غالبا مش بيستخدمها كتير قوي يعني. الحاجه الاخيره كان علاقه بالكونتنت، ده الاكسبشن الوحيد. احنا عمالين بنخسر الدوت اتش والدوت سي دي طلبات مختلفه، ونعمل انكلود الاتش ونعمل لينكينج في اخر البروسيس بتاعت الكومبايليشن ديت بين الفايلين. لكن لو احنا عايزين نعمل حاجه للتمبلت فيستحسن ان احنا نحط الفايلات في يعني الامبلمنتيشن والديكلريشن في نفس الفايل. ليه كده هو؟ علشان احنا لما بنكتب حاجه بالمنظر دوت لو احنا عملنا تمبلت وكتبنا اي فانكشن احنا عايزين نسميها، وليكن مثلا حاجه اسمها بوست، وبعدين جينا اهوت في يعني خلاص ده كده اهوت فايل 1، وبعدين جينا في فايل 2 اللي هو دوت سي بي بي ده دوت اتش، كتبنا الامبلمنتيشن بتاعه، وبعدين جينا في المين ابتدينا نعرف الفانكشن ديت، فقلنا مثلا هي بوش اوف ان، ابتدينا نعمل كل دي. دلوقتي في ان اللينكر لما خد الحاجه ديت هو شايف الامبلمنتيشن بتاع او وانا عامل هنا انكلود في المين للفايل اتش، هو شايف ان انا عامل انكلود لحاجه دي تمبلت بكلاس اسمه تي، فالفانكشن اللي عنده هي بوش من النوع تي، بس هو عايز ما شافش الامبلمنتيشن بتاع البوش اوف انت، هو لسه ما يعرفش ان ديت هي بتاعت ديت. فعلشان نعمل الحركه ديت احنا قدامنا حلين، اما ان احنا نحط الاثنين دولت في نفس الفايل، وده اللي احنا يعني كان المفروض يتعمل، او ده الستايلنج جايد بيقول لنا نعمله، او ان احنا نيجي في اخر الدوت اتش نروح عاملين انكلود للامبلمنتيشن بتاع الفانكشنز ديت كلها. بس الانكلود بتاع السي في دي مش حاجه كويسه ليه، او لازم يعني ما ينفعش نعمل انكلود للسي في دي عشان عشان في اتفاق ضمني بيننا كلنا ان احنا ما نعملش انكلود للفايل دوت سي في دي. ليه ما بنعملش حاجه كده هو؟ عشان الاي دي اي اللي انتوا بتشتغلوا عليه كله، احنا معظم الاي دي ايز اللي انتوا اشتغلتوا عليها ما حدش فيكم لعب في الكومبايليشن بروسيس وقال له مين يعمل ايه. فباي ديفولت اللي بيحصل ان الاي دي اي بيمسك كل فايلات السي في دي يروح يطلع منها الدوت او، وبنعمل لهم لينكينج مع بعض. المفروض ان انا بقى اعمل ريكورد اهو، اتاكد كده هو بس قبل ما اعمل ريكورد اهو. المفروض معمول الريكورد. اوكي ماشي. انتوا في لسه مشاكل في الصوت يا شباب؟ ولا دي مشاكل فردية من عندكم؟ لا عمال يقطع. لا هو الصوت تمام بس بيقطع شوية ساعات. طيب ماشي. طبيعي يعني. فتاني نرجع للي احنا كنا بنقول عليه، احنا كان عندنا حلين، اما ان احنا نكتب الامبلمنتيشن والديكلاريشن في نفس الفايل، او ان احنا نعمل انكلود للامبلمنتيشن دوت علشان يكونوا كلهم متجمعين في فايل واحد. طيب احنا لما عملنا انكلود الفايل السي في ده كان غلطه مني، ان انا كنت عامل حاجه ضد الستايلنج جايد ان احنا نعمل انكلود للسي في. ليه غلطه؟ لان احنا الاي دي اي لما بيمسك اي لما بيشوف اي فايل سي في بيروح عامل له كومبايليشن يوصل للدوت فايل بتاعه، وبعدين يروح
عامل لينكينج بين كل الفايلات اللي دوت او ديت مع بعض. فدلوقتي بقى عندنا المين دوت سي بي اللي هو هنا هو الدوت، احنا عاملين فيه هاش انكلود لي فايل 1 دوت اتش. فايل 1 دوت اتش دوت هو شايل السي بي دي، وفي نفس الوقت السي بي دوت لما عمل دوت او بقى معمول له لينكينج. فاحنا دلوقتي الكود اللي مكتوب هنا هو دوت بقى مكتوب مرتين، مره موجود هنا هو ومره موجود هنا هو، عشان كده كان بيدخل لنا الايرور بتاع الريديفينيشن بتاع الحاجات الكتير دي كلها. فدلوقتي فهمنا ليه الريديفينيشن اللي هو مكتوب مرتين، مره هنا ومره هنا هو. فالحل بتاع الموضوع دوت ايه؟ ان احنا اولا ان احنا كان ممكن نكتب الاثنين مع بعض، بس انا كنت عايز نعمل الاثنين مع بعض في نفس الفايل عشان يفضل الفايل اتش دوت موجود قدامكم كده من غير ما تلعبوا فيه، من غير ما تبوظوه، والمطلوب منكم ان انتوا تعملوا امبلمنتيشن للفايل اللي فيه، او ان احنا نغير الاكستنشن، ما نخليش الحاجه ديت دوت سي بي، نخليها دوت اي حاجه ثانيه ابلكيشن الاي دي اي وهو بيكومبايل ما يروحش واخد الفايل دوت ومطلع منه دوت او فايل او الاوبجكت فايل ويعمل لينكينج مع المين. فده بس يعني كان ملخص كده ليه المشكله وليه الحركه بتاعت ان احنا نعمل نغير الانكلود دوت حلت الموضوع، وليه اصلا أصلا احنا محتاجين انكلود. محتاجين انكلود عشان هو دلوقتي شايف ان الفانكشن ديت اللي متعرفه بكلاس مش شايفها الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن هعرفه في الران تايم، وبالتالي لما بعمل حاجه بالمنظر دوت هو هيدور على حاجه اسمها بوش اوف انت، بس هو مش شايف بوش اوف انت، هو اللي عنده بوش اوف تايب سي. فعشان اخلي اعرفه ان الاثنين نفس الحاجه لازم يكونوا الاثنين شايفين بعض، الامبلمنتيشن والديكليريشن يكونوا مرتبطين بعض عشان يعرف لما يريزولت ديت يروح واخد الامبلمنتيشن بتاعه. يعني يا باشمهندس هتلاقي المشكله في دلوقتي الناحيه دي. الكلاس اللي عندنا بيتربط على طول بالمين يعني ولا ايه؟ بس دلوقتي احنا عاملين انكلود للفايل دوت اتش، والفايل دوت اتش دوت معاه الفانكشن ديكتريشن والفانكشن امبلمنتيشن، لان انا عامل انكلود للامبلمنتيشن دوت. فدلوقتي بقت كل حاجه ماشيه مع بعض في المين. طب هو احنا عملنا دوت تي بي بي ديت معناها ايه اصلا؟ اكستنشن ما هي اختصار لتمبلت عموما، يعني ده اكستنشن علشان نتجنب ان احنا نعمل انكلود لحاجه اسمها سي بي. ليه مش عايزين نعمل انكلود للسي بي دي؟ لان الاي دي اي مش اي فايل سي بي بياخده بيشوفه بيروح عامل له كومبايليشن عشان يطلع منه الاوبجكت فايل ويعمل بيه لينك. فاحنا عايزين نغير الاكستنشن عشان الاي دي اي ما يعملش الحركه دي. طب هو لو عملها ايه اللي بيحصل يعني؟ ايه المشكلة برضو اللي بتحصل لما لو بعملها؟ كان اي حاجه مش هتفرق بالمناسبه يعني، بس عرفة كده او برضه للفايلنج ان لو في تاني حاجه احنا عايزين نعمله هنسميه تيم دي. طب هو والاحسن ان احنا نكتب الاثنين في نفس الفايل. تمام. طب هو ايه المشكلة اللي تحصل لو لو عملنا ايه عمل اللي بيحصل؟ لو عملنا دلوقتي ما بقاش بيعمل لينكينج، ما بقاش يعمل كومبايليشن للسي بي دي فايل ده. تمام، هو اصلا المشكله الاساسيه هو لما كان بيعمل السي بي بي ويطلع منه الاوبجكت فايل يعني كان بيعمل ايه؟ ايه المشكله اللي بتخليه اللي بتحصل بعد كده؟ طيب ما احنا دلوقتي عندنا اوكي ده عندنا دلوقتي ال array دوت cd، وعندنا دلوقتي ال main دوت cd. array دوت cd دوت في الآخر خالص عايزين لما نحط حاجة طيب ال array سي بي دوت شايل implementation صح؟ تمام ماشي. هو شايف ال functions وعامل كده واخد ال functions بتاع directory على implementation، وال main دوت سي بي دوت مكتوب جواه ايه؟ مكتوب جواه هاش include ل ال array دوت h. وال array دوت h دوت كان معمول جواه انكلود برضو الاري دوت سي دي، علشان احنا عايزين الامبلمنتيشن والديكليريشن بتاع التمبلت يكون في نفس الفايل. مظبوط كده؟
تمام. لو انتوا فاكرين كان الهاش انكلود الاي دوت اتش كانت جواها في الاخر خالص انكلود السي في، وقلنا ليه المشكله ديت؟ علشان التمبلت هي التعامل بتاعها كده في اللغه، هي حاجه سخيفه بس هي مشاكل اللغه، يعني احنا لازم نعمل الحركه دي، لازم الاثنين يكونوا شايفين بعض. فاللي حصل دلوقتي ان الاريد السي في دوت طلع منه دوت او فايل، والمين طلع منه دوت او فايل، بس الاثنين جواهم نفس الكود، ده جواه الامبلمنتيشن بتاع الفانكشنز وده جواه برضه الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن، لان المين عامله انكلود الاريد اتش اللي عامله انكلود الماي اريد سي في، فعشان كده راح حاصل المشكله بتاعت الري ديفينيشن ديت. واضح كده يا محمد؟ اه تمام يا باشمهندس. طب هو معلش، هو طب مع كده انا لو ما عملتش انكلود للاري دوت اتش هو مش هيعرف على طول الاري دوت سي بي بي؟ هيعرفها منين؟ ما مش من اللينكر، هو انت بيعرفها وانت اصلا من بتكتب اللوكال. الكود بتاع المين انت عمال تستخدم الفانكشن دي كلها، مش الفانكشن دي لازم تكون متعرفه قبل ما تستخدمها؟ تمام، قبل ما تخش لللينكر يعني. اه قبل ما تخش اللينك لازم الفانكشن تمام تكون موجوده قبل ما تستخدمها، تمام لازم يكون تمام ليها ديفينيشن من فوق قبل ما تستخدمها، عشان كده كنا بنعمل الانكلود ده. تمام بس في الحل دلوقتي يعني من الاخر احنا عايزين نعمل لينكينج للكود اللي مكتوب في ماي اريد سي في دوت مره واحده، فحل من الحلول ان احنا ما نخليش ده دوت سي في عشان ما يحصلوش لينكينج، ونغيره باي اكستنشن تاني، ونيجي نهور نغير الحاجه فيبقى كانه اتعمل له انكلود لمره واحده بس، اللينكر او في الاخر الاكسكيوتابل فايل بقى شايف الكود دوت مكتوب مره واحده، فما يحصلش المشكله بتاعت الدي فين. دي كده كانت حاجة على جنب، يعني كنت بس عايز أعرفكم إيه المشكلة وليه الحل بتاعها كان حاجة بالمنظر ده. بس بعد كده الحل الطبيعي يعني إن التمبلت أو الحل اللي عليه أكثر الاتصال الستايل جايد، إن التمبلت فايل بين كده الإمبلمنتيشن والديكتريشن في نفس الحاجة. وتاني فصل التمبلت فايل دوت او المشاكل اللي بتحصل من فصل تمبلت فايل على فايلين ديت حاجه ليها علاقه بالمشاكل باللغه ذات نفسها، بس ان ده يعني صداع مش محتاج ان احنا نحله. هو لو انت عندك تمبلت فايل وانت عايز تستخدمه في اكتر من مره، حطه كله في فايل واحد واعمل له انكلود للفايل كله في الديمنشن ديكتيشن، ما تفصلش بينهم. فما دام هما شايفين كده فخلاص هنمشي على اللي هما شايفينه. بس الحاجه الاهم اللي احنا عايزين يعني نشوفها حاليا بقى بصراحه ان احنا دلوقتي بقى في حاجه اسمها ستايل جايد، فيا ريت نمشي كده على عينينا ونقرا السيكشنز الحاجات ديت، يقولون لي الحاجات ديت كلها تكرر كتير، فيا ريت نقعد نقراها كده اهوت. وطبعا السيكشنز اللي هي ده فايل عشان مهم، فنقرا ونشوف الناس بتتفق على ايه ونحاول نمشي مع الستايل، ما نحاولش نخالف. أول نقطة كنا عايزين نتكلم عليها النهاردة، تاني حاجة عايزين نتكلم عليها هي حاجة بس عايز أتأكد منها إن أنتوا فاهمينها كويس، هو إحنا إزاي نعمل لوبينج على لينكد ليست؟ يعني دلوقتي لو جواها وليكن انت بوينت فايل الداتا وجواها نود بوينتر فايل النيكست، دوبليكيت كنترول دي ماشي، عندنا شوية حاجات كده اهو. طيب انا لو عايز اوصل للنود ديت المفروض ان انا اعمل ايه؟ الاوبشنز اللي عندي بقى لان السكرين في راح ناس ده عندنا باشمهندس. السكرين راحت. اوكي
نعمل شير تاني. لما تظهر قولوا لي. لما ظهر. ظهر كده. طيب تمام، ادي دلوقتي عندنا نودز بالمنظر دوت، واحنا عايزين نوصل للنود الرابعه ديت. ازاي نقدر نوصل للنود الرابعه ديت؟ خلينا فاكرين اللينكد ليست هي ليها هيدر مشاور على اول نود. فازاي نكتب كود يوصلنا للنود ديت؟ اعمل بوينتر على اول نود واحركه بالنكست. حلو، هو اوريدي موجود اصلا النود البوينتر دوت، فالكود اللي هيتكتب هيبقى حاجة عبارة عن المنظر ده. وليكن إن إحنا عندنا حاجة من التايب نود اسمها هيد، ده موجود، والاستراكت طبعا بتاع النود جوه الحاجة بتاعته. فالكود اللي هيتكتب في المين إن إحنا عندنا حاجة من النوع نود، نسميها أي حاجة مثلا، ونخليها نبدأ بالهيد، ونفضل عاملين لوب على الهيد دوت لحد فين؟ لحد ما لحد ما الأرض أوصل ممكن أخليه يساوي النكست بتاع النود اللي قبلها، مش النود اللي قبلها، النكست بتشاور عليها. حلو، ما احنا ده اللي هيحصل فعلا في آخر جزء من الفور، إن احنا هنقول له الهيد بلس بلس أو ال نعمل الموجة ده. سوري، أصلا احنا بنعمل إيه؟ أنا نعمل كده هو، نعمل كده هو، واحنا دلوقتي هنقول له ان والله عندنا حاجة من النوع نود. هنخلينا مثلا ايه، بتختار اتريتور بس، يعني ممكن نسميها اي حاجة، دي زي الانت اي كده هو، وبادئين بالهيد. وهنقول له دلوقتي ان في اخر الوايل كل مرة ان الات هي عبارة عن الات دوت نيكس دوت نيكس، ده مش وهي ديت بوينتر، فتبقى عاملة بالمنظر ده. ايه بقى الكونديشن بتاع الوايل اللي هيخرجني؟ ما انا دلوقتي عمال بلف كل مرة. ممكن أعمل كاونتر، تمام، وهو يعني كاونتر مثلا بيبدأ بزيرو بيزيد في اللوب، وأحط الكونديشن ديبنس على الكاونتر ده، يعني مثلا إن يخرج إمتى، يفضل شغال طول ما الكاونتر ده أقل من الإندكس اللي أنا عايزه مثلا ماينس واحد. ماشي. طب لو انا سيبك من الاندكس، ممكن يكون اكبر من ال اوكي ماشي، ده حل صح لو احنا عندنا الاندكس فعلا. طب لو انا عايز الوب على اللينكد ليست كلها، عايز اطبع مثلا اللينكد ليست، عايز اطبع كل الاليمنتس في اللينكد ليست، فهعملها اوكي، ازاي هلوب دلوقتي؟ انا ما لحد عنديش ما الاليمنتس اخرج، لحد ما ابقى بنال. نال، لحد النال. بالظبط، يبقى الكونديشن بتاع الخروج بتاعنا ان الات مش بتساوي نال او نال بوينتر، ايا كان بتسميها ايه في الكمبيوتر، شايفها ايه عنده. فدلوقتي عشان الف على النود النودز بتاعت اللينكد ليست، انا هقول له طول البوينتر اللي انا شايله في ايه دوت، طول ما هو مش بنال اعمل الحاجه اللي انت عايزها، وبعدين حرك لي البوينتر دوت مره كمان. احرك لي البوينتر دوت مره كمان ازاي؟ بان انا اقول له ان البوينتر بتاعي هو النكست بتاع البوينتر اللي انا كنت واقف فيه. ما ينفعش نعتمد على السايز ما دام انا مش مديك معلومه عن السايز، لان مش الطبيعي ان يكون المنظر دوت انت عارف السايز بتاعه. احنا كنا بس عملنا معلش ليبلنج معلش، للحياه على طول الاطلاق. لما انا بعمل مقارنة بالنال ديت، مش ممكن تعمل لنا مشكلة زي ما كانت بتعمل في الجافا؟ هتعمل مشكله ايه؟ انت دلوقتي بتقول له الاول حاجه اللي انت، وجافا كانت بتعمل مشكله ليه؟ جافا كانت بتعمل مشكله برضه. جافا كانت بتقوم عاطية، كانت بتدي اكسبشن للنال كده. لا، لو انت بتحاول تاكسس حاجه فيها نال تدي لك اكسبشن. يعني انت لو جيت عملت حاجه بالمنظر دوت ات اوف نيكست وات ديت بنال، هتدي لك اكسبشن، ده في سي بلس بلس او في الجافا. بس انا دلوقتي بعمل تشيك على ديت، هل هي بتساوي نال ولا لا؟ فمش هتدي اكسبشن لا هنا ولا هنا. تمام. طيب طب هو انا كان ينفع بعد اخليها initial condition النكست بزيرو، ولو في حاجة اخد نكست جديد، ولما اوصل للنكست ده اللي هو بزيرو ده، يبقى انا كده خرجت؟ يعني ايه، مش فاهم. يعني هعمل في الاستراكت ال initial condition النكست بتاعي بزيرو، ولو دخل نكست بيبدأ يغيره.
مش مجمع، بس الاشتراك ديت هي كانت شايله حاجتين صح، هي كانت شايله داتا، ما ينفعش زيرو يا صلاح، كان كانت نكست ده شايله بوينت. بوينتر ايه؟ بالظبط، كانت شايله بوينتر من النوع نود، فانت هتخلي نكست بالمناسبه يعني هي يعني نوت بالظبط. بوينتر، هي في الاخر حاجه ليها علاقه يعني، او بتتحول من تحت لزيرو، بس انت دلوقتي نكست دوت بادئ بان هو نوت بوينتر، فانت ده هتقول له زيرو ليه تمام او تمام ازاي. تمام كنت فاكر هو يبدأ كانتجر يعني ويخزن في الأدرس وكده. تمام ماشي. اوكي طيب، فبس كده يعني، ده اللي انا كنت عايز اوريه لكم، ان احنا ازاي بنلف على لينكد ليست. ما فيش معلومه عندنا عن السايز، وبالتالي ما فيش اي معنى ان انا اعمل فور واقول له افضل بتعد لحد السايز بتاع اللينكد ليست. لو انا عايز اجيب السايز بتاع اللينكد ليست، فانا ممكن اعمل حاجه بالمنظر دوت، واعرف ان هو مثلا السايز بيساوي زيرو، وينوت الاوبريشن بتاعي طول ما انا عمال بلف ان انا عمال بزود السايز بواحد. ده كده هو ازاي اقدر اجيب الاساس بتاع اللينكد ليست. احنا كنا عاملين حاجه احسن شويه، ان احنا كنا عاملين رابنج لللينكد ليست في كلاس، وكنا حاطين فاريبل للسايز عمال بانكريمنت كل ما بعمل البوش، فكان مسهل علينا الدنيا. بس لو الكلام ده مش موجود، فانا ما عنديش معلومه عن السايز، وبالتالي علشان اعرف اعمل لوب على اللينكد ليست او عشان اجيب السايز بتاعها، انا مضطر ان انا اعمل حاجه بالمنظر ده. أي أسئلة على النقطة دي؟ أوكي، خلينا نتكلم على الحاجة الثانية، البيج أو. البيج أو دايما بتتعامل مع الورست كيس، وبالتالي لو أنا جيت قلت لك الأوبريشن بتاعة الأد في اللينكد ليست، هي البيج أو بتاعتها كام؟ اوف 1 اوف 1 يعني كونستنت. 1 اما عشان اعمل بوش من الاخر بس ان هخلي جديده ان وخليه بسرعه. حلو، هي دلوقتي في مشاكل. اولا احنا بنعمل بوش او بنعمل اد منين؟ انا كنت بسأل على الاد او الانسيرشن. اوكي ما الانسيرشن عشان احنا ممكن كنا يكون من عاملين الاول. هيدر هيد وتيل. طيب، في كذا حاجه عايزين نفكها. اولا الانسيرشن ممكن يكون من قدام او من الاخر او من النص، لا فما دام ما انا ما اعرف حددتش يبقى انا بتكلم على العموم. خلاص. اوكي تاني حاجه، ان احنا عندنا هيدر وتيل، ولا عندنا عندنا هيد وتيل، ولا هيد بس. هل هي سنجل لينكد ليست ولا دبل لينكد ليست؟ كل المعلومات ديت هتغير في الاجابه بتاعت السؤال. فلو احنا دلوقتي فور single list no tail، ال add هيبقى عبارة عن ال big O بتاعته بكام؟ اوف ان ماشي، O of n، بس يعني احنا ال add غالبا بنديلها ال index بتاعها، وليكن ال index دوت k، فساعتها يبقى O of k. انا مش شرط امشي لحد اخر linked list يعني. بس عموما تمام، لو احنا بنتكلم خلاص، هنفترض ان الورست كيس وان الاد دوت هيحصل في الاخر، وانا عندي سنجل ليست من غير تيت، وبالتالي الاد بتاعها هيكون ان. الكلام ده طبعا هيتغير تماما، ولا مش هيتغير؟ لا، لو ديت دبل لينكد ليست، الاد بتاعها هيكون اوف كام؟ باشمهندس معلش، هي الدبل اللي هي كانت بتعمل ايه؟ الدبل يعني احنا عندنا بدل ما في سهم ماشي كده بس، بقى عندنا سهم رايح جاي، اه تمام، فبنزود حاجة اسمها بريفيس مثلا، اللي وبنشتغل هي على بيفور الرايح. ونكست او بريفيوس، وكانت بريفيوس ونكست تقريبا. بالظبط، عندنا بوينتر تاني اسمه بريفيس، وبدل ما احنا عندنا الاسهم ماشية لقدام بس، بقى عندنا اسهم ماشية لقدام ورا، عندنا السهم بالطريقتين، ممكن تمام نمشي كده او كده. تمام فالادنج بتاع الدبل لينكد ليست هيكون برضو اوف كام؟ هتاخد زيها برضه فريش. زيها برضو اوف ان، مفيش اي معلومه تخليني اوصل للحته اللي انا عايزها على طول. لو احنا قلنا ان احنا عايزين نعمل سنجل ليست نو تيل اد او بوش باك، عايزين نحط في اخر ايليمنت في اللينكد ليست اللي من غير تيل، فديت الاوبريشن بتاعتها كام؟
هي اوف ان كده، اوف ان، ما لو تعملش هيرجع على من ان عدد الليست. بالظبط امشي على عدد الليست، وبعدين احط في الاخر، في الاخر لو انا عندي تيل هتكون كام اوف ان بالظبط. فالموضوع كله ان احنا هتبقى وان بنتخيل كونستنت. اوف ون بالظبط كونستنت. فالمعلومات ديت كلها بتفرق، هل هي سنجل ليست ولا دبل لينكد ليست، هل هي بتيل ولا مش بتيل. احنا عندنا كل الفاريشنز ديت، وانت المطلوب لما تشوف السؤال فكر كده بالظبط هو مين بيعمل ايه عشان تعرف انت هتمشي قد ايه. السيرش في اللينك ليست وفي الاري الاوبريشن بتاعته كومبليكس بتاعتها كام؟ اوف ان برضه سايز على قد سايز. ماشي. وللاري والاري الاري اوف ان برضه، ما انا هلوب على الاري كلها. ما انا همشي على كل element بالظبط. بالظبط، فالاتنين السيرش بتاعهم اوف ان. ودي من المشاكل اللي احنا بنقابلها في الاتنين دول، ان انا لو عايز اعمل سيرش فانا هاخد وقت كبير، عشان كده اضطرينا او شفنا داتا ستراكشر ثانيه هتكون مناسبه للسيرش اكتر، ودي اللي هنتكلم عليها بعد الميد تيرم ان شاء الله. بس لحد دلوقتي الليسته بتاعت الاوبريشنز ديت ومين بيعمل ايه والسيرش في الاتنين، هو الحاجات دي كلها لازم تكون في دماغك. باشمهندس معلش، يا السيرش تاني حضرتك قلت عنها ايه؟ طيب انا دلوقتي عندي لينكد ليست بالمنظر ده، وعايز ادور على الاليمنت اللي فيه رقم هي خمسة او الخمسة السكرين ده انا موجود ثابتة. فيه. السكرين ستة اه ثمانية واحد اوكي كيرينج، نعمل كيرينج تاني. طيب شايف كده؟ اه كده تمام. طيب لو انا عندي لينكد ليست او اري بال حاجه لينكد ليست زي المنظر دوت مثلا، وعايز احط عايز اعمل سيرش على رقم 3، عايز اعرف هو موجود ولا لا. فايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها عشان اعمل حاجه بالمنظر دوت؟ ان انا الف على كل element في اللينكد ليست واشوف هو فيه 3 ولا لا، صح ولا غلط؟ تمام مظبوط. وبالتالي اللفه ديت معناها ان انا الكومبلكس بتاعتي هي اوف ان، لان انا عمال بمشي على الورست كيس ان الاليمنت يكون في الاخر او مش موجود خالص، والبيج او بتتعامل مع الورست كيس، فيبقى الكومبلكس بتاعتها هي اوف ان سواء لينك ليست او اري. الحل الوحيد بتاعي ان انا افضل ماشي على كل اليمنت اشوف هو بيساوي الاليمنت اللي انا عايزه ولا لا. تمام ماشي. ايه بقى الأسئلة الباشمهندس اللي معلش، انا هو لو انا جاوبت دلوقتي عندي، عليها؟ لو انا عندي دبل وليها تيل تمام، وعاوزت اعمل اكسس لإليمنت الرابع مثلا وهي كلها خمسة زي اللي قدامنا دي كده، وحبيت اعمل انسيرت للرابع، هي كده الكومبلكسيتي بتاعتها تبقى باربعة، ولا اقول ان انا هاجي من التيل من ورا وتبقى بواحد؟ مش بتحسب كده هو يعني ساعتها انت دلوقتي عملت كانت بتقول بص البيج او احنا عايزين بنتعامل مع حاجه جينيريك، فانت دلوقتي حددت اول ان احنا عايزين نعملها عند الاليمنت اللي قبل الاخير اه دي بالظبط، كانت بتسال لو عايز اعمل اليمنت عايز اعمل اد عند الاليمنت الاولاني تمام. اه صح. صح فانت دلوقتي حددت الاندكس، فعشان كده قلنا لو حددت الاندكس هنقول ان هي عباره عن حاجه الاوبريشن هتبقى بالمنظر ده. لو انت قايل ان انت عايز تعمل اد عند الاليمنت رقم فيه فالاوبريشن هتبقى فيه. تمام ف ما دام ما حدش قال لك الرقم يعني بتحديد قوي كده، احنا بنتعامل مع حاجه جينيريك فبنقول ان هي الفول فعلا لسه وخلاص. تمام لو انت بتعمل بوش يعني هو دبل لينكد لسه وعندك فيل وانت عايز تعمل في الاليمنت رقم اللي هو n ناقص c، فساعتها هتبقى الكومبلكسيتي عباره عن n ناقص c في الاخر، يعني على حسب انت عايز تزود فين هتلاقي الكومبلكسيتي بتاعتك نفس الحاجه. تمام يا ان ناقص بس كي باخد لها ال ان علشان هي اكبر حاجة، صح؟ نعم
ال n ناقص كي الكومبلكس بتاعتها بـ n برضه صح ولا بتتكتب بـ n ناقص كي برضه؟ دلوقتي ال k variable ولا constant؟ دي الفكرة. لو ال k كونستانت. variable يبقى تمام، لو variable هضمنه، لو كونستانت هشيله صح؟ هتشيله بالظبط كده اهو. تمام. دلوقتي ال k variable انت بتinsert من ورا، بس انت مش عارف هتinsert ورا عند ال element رقم كام، فال k بقت variable دلوقتي عشان كده سايبين. تمام. وتفرق طبعا لو تيل ولا مش تيل، دبل لينكد ليست ممكن تكون بتيل وممكن تكون مش بتيل، ف الحالتين لازم نفهم. تمام، شكرا يا باشمهندس. طيب الحاجة اللي قبل الأخيرة اللي عايزين نبص عليها هي ال documentation بتاعة ال function. حاجة مثلا بالمنظر دوت، احنا عايزين نشوف ال function اللي اسمها بوش باك بتاعة ال vector. فما انا احنا نفتح ال documentation ال C بلس بلس نشوف بالظبط هو ايه اللي مكتوب. حاجه ادي ده الديفينيشن بتاعت الفانكشن اسمها بوش باك. عندنا الستايل بتاع 98 والستايل بتاع 11 وبتاع عمال يعني تتطور مع الوقت. اصلا دلوقتي السي بلس بلس 20، هي كل 3 سنين تقريبا بينزل الابديت للغه. فاحنا شايفين ان احنا عندنا دلوقتي في سي بلس بلس 11 بقى عندنا يعني شكلين للفانكشن، بقى عندنا اوفرلودنج للفانكشن، حاجه بالمنظر ده وحاجه بالمنظر ده. ايه المنظر الاولاني؟ هو بيقول لك ان احنا عندنا بوش باك ديت هي بترجع void وبتاخد constant value type n الريفرنس بتاعها ولحاجه اسمها value. value لو احنا جينا قرينا طبعا الديسكريبشن بتاعها واضح، لو احنا قريناه يعني. والبارامتر هو فال ده بيشرحه، بيقول لك ان هي ال value to be copied وال member value value type الحاجه ديت اللي هي ديت هي الـ type of elements in the container. لو احنا واحنا defined in vector اللي احنا كنا عايلينه في الفيكتور، لو انت قايل الفيكتور اوف انت فلازم هتحط الـ value type ده في انت، لو انت قايل الفيكتور اوف character فالـ value type ده هو character. فهو ده اللي يقصده يعني. عندنا هنا نوعين، متهيألي أول نوع دوت واضح، constant و reference. الـ value type الاتنين and ديت، الاتنين and ديت هي write r value reference. r value reference ده هنتكلم عليه قدام، فسيبنا منه دلوقتي يعني. بس بما ان ديت الحاجه اللي احنا اكتر حاجه نستخدمها هي المنظر ده، وهتلاقي ان هو بيقول لك الريتيرن نون. احنا ده شايفينه من مجرد ان احنا شفنا الديكريشن بتاع الفانكشن، ومدي لك اكزامبل عليها كمان. عمل حاجه اسمها ماي انت، خد ماي انت من السي ان وراح عامل بوش باك ليها. الكومبلكسيتي هيقول لك ان هي كونستانت امورتايزد والريالوكيشن مي هابن. الكلمه ديت خلينا هنتكلم عليها قدام، بس يعني الجمله اللي بعدها توضحها اكتر. يبقى reallocation happen reallocation itself is linear. الكلام ده كله متهيألي مفيش اي حاجه جديده علينا يعني، الكلام كله مجمعين. ممكن بس كلمه amortize type بتاعت ال adding ديت بنفهمها بعدين، بس احنا فاهمين فعلا ان الكومبلكسيتي بتاعت البوش باك في الفيكتور كونستانت، لان احنا سايبين اوريدي مكان فاضي وبنحط الاليمنت في المكان دوت، مش محتاجين ان احنا نقابيه كل شويه. بس لو حصل reallocation، الريالوكيشن linear مع السايز بتاع الفيكتور. ففي لحظة حاجه يا باشمهندس، في الشيء دوت مش يعني كده فاهمين، هو الكومبلكسيتي دايما بتاعت يعني ده الاستراكشر العام بتاع الفيكتور ده. تفهم؟ الكومبلكسيتي بتاعت الري الوكيشن، طالما ان هي لينير فهيبقى الكومبلكسيتي بتاعتها البيج او بتاعها ان. احنا كنت بتكلم لا حضرتك سامعني؟ طيب الري الكومبلكسيتي الوكيشن بتاع البوش باك في الفيكتور هي كونستانت، كونستانت امورتايز. لو حصل ري الوكيشن فالري الوكيشن بتاعها لينير. تمام، ما هو اللينير دي يعني البيج او بتاعها بايه؟ ب مرتبط بالسايز يعني ان صح مش كونستانت. الاوبريشن انا مش عارف صوتي هو اللي بيقطع ولا صوتك يا احمد. ما اعرفش بصراحة، بس لسه صوت حضرتك راجع دلوقتي وكان طالع شوية. طيب حلو كده، انت سامعني كويس من غير تقطيع صح؟ تمام اهو. طيب حلو، الكومبلكسيتي بتاعت الفيكتور كونست
لو انت دلوقتي ال argument المقابله هتقول طب لو حصل reallocation، reallocation بياخد وقت linear، بس احنا دلوقتي بنقول ان هي amortized constant. ايه بقى amortized ديت؟ يعني على الافريج هي constant. انت دلوقتي لو عندك 8 elements، الكباستي بتاعتك 8، فاول element هتعمل بوش الكونستنت، تاني element هتعمل له بوش الكومبلكسي كونستنت، تفضل كده لحد الثامن. بعد الثامن هتعمل operation in، بس السايز هيكبر، فالتاسع هيبقى كونستنت، التاسع هيكون مش كونستنت، التاسع هو اللي عنده ان، العاشر كونستنت، ال 11 كونستنت، ال 12 كونستنت، لحد ال 16 كونستنت. فانت دلوقتي عندك على ال 16 كلهم في 15 اليمنت الكومبلكس بتاعته كانت او 1 وواحد بس الاوبريشن بتاعته ان، فلما تاخد الافريج بتاعت العمليات ديت كلها هتلاقي ان هي كونستنت. وصل الفكره؟ تمام، كده وصل. طيب فاحنا الكومبلكس بتاعت الاد كونست، لو حصل ريالوكيشن هتكون الريالوكيشن ذات نفسه لينير مع التايم. وفهمنا ايه الفكره من كلمه امورتايز ديت، ان هي على الافريج هي كونست. الاتريتور دي تريسز الاكسبشن، دي حاجات يعني لذيذه بصراحه نفسي اقروها، ليها علاقه بالثريدنج ولو في ايرورز حصلت. فبس عموما يعني اللي انا عايزه منكم ان انتم ما تخافوش ان انتم تصيروا الدوكيومنتيشن بتاعت السي بلس بلس نفسها، مش كل حاجه لازم نروح للستاك اوفر فلو مثلا او الاكزامبل الجاهز. الدوكيومنتيشن يعني مش عارف، بس انا اعتقد ان هي بتفهم اكتر، وزي ما انتم شايفين الاستراكشر بتاعها واضح جدا. انت عندك الفانكشن ديكليريشن، ديسكريبشن على الفانكشن، البارامترز بتاعتها كل واحده بتعمل ايه، الريتيرن بتاعها بيعمل ايه، اكزامبل على الموضوع، فبالتالي مش محتاج اكتر من كده اهو. فبس يعني ده اللي انا كنت عايز اوريه لكم، ان احنا ما نخافش من الدوكيومنتيشن ونقراها عادي، ولو في حاجه مش واضحه عادي ممكن تسالوني، بس زي ما انتم شايفين الكلام كله بمجرد القرايه بس، يعني مفيش حاجه مختلفه كتير عن اللي احنا كنا بنقوله. وادي فكره السايز والكباسيتي بتاعت الاد، فيعني كل حاجه موجوده عندكم في الدوكيومنتيشن. طيب احنا رغينا كتير، بس الحاجات دي كانت بصراحه عندي اهم يعني من اي حاجه هناخدها باقي السكشن. اخر حاجه بس عايز اقولها ان في حاجه اسمها دي كيو، بالمنظر ده يعني اللي احنا كنا بنقول عليه ده، فين دي كيو؟ ايه بقى الدي كيو دوت؟ الدي كيو ده داتا ستراكشر برضو تاني اسمه، هو اختصار يعني لدبل اندد كيو. احنا شفنا الفيكتور، احنا كان عندنا مساحه دايما من الاخر ان احنا نعمل اد، فلو عملنا ستاك على الشيء دوت او كيو على الحاجه ديت، فكان عادي عمالين بن اد من الاخر، واحنا الفيكتور فيه مساحه فمفيش مشكله. بس لو احنا عايزين داتا ستراكشر نعمل اد من قدام من اول اليمنت، فبالتالي يعني احنا عايزين حاجه تكون بالمنظر دوت. طيب لو في هاند ولا لا، نقعد حاجه في نكتب بداية. طيب عموما ممكن نعمل كده، طيب ما علينا ما علينا، احنا دلوقتي عندنا حاجة بالمنظر دوت. الري بالمنظر دوت، واحنا عايزين نعمل اد من الاول. فعشان نعمل اد من الاول في فيكتور مثلا، ده معناه ان احنا محتاجين نعمل كوبي لكل الاليمنت، ونحط الاليمنت اللي في الاول دوت، وبعدين نعمل كوبي لكل الاليمنت في اري جديدة، فالاوبريشن ديت تاخد وقت كبير جدا. فبنفس الفكرة، بما ان احنا كنا في الفيكتور بنعمل حاجه بالمنظر دوت، كنا بنحط الاليمنتس وبنسيب مساحه في الاخر عشان الاليمنتس الجديده اللي موجوده، احنا ممكن نعمل حاجه بالمنظر دوت، نحط الاليمنتس في النص كده ونسيب مساحه في الاول وفي الاخر، بحيث ان الادنج في الاول وفي الاخر يكون الاوبريشن بتاعته كونستنت مش او اوف ان، ما تكونش مكلفه. فده الدبل اندد كيو، ان انا عندي حاجه ممكن اعملها انسيرشن من الفرونت ومن الريل،
او من الاول ومن الاخر. باشمهندس معلش ممكن نديها التاني معلش. طيب احنا كان عندنا الفيكتور مناسب جدا لعملية الاد من الاخر صح، لان احنا كان عندنا مساحة فاضية وعمالين بنملى فيها. تمام لو انا عايز اعمل اد من الاول هعمل ايه؟ يا كده يعني لازم زي احجز الانسيرت من اريه الاول. جديدة واحط الحاجة اللي انا عايزها. تمام مظبوط. افضل ان يعني انا اعمل انسيرت بالظبط، فالاوبريشن ديت مكلفة لان انا عمال بعمل كوبي كل الحاجات اللي موجودة ف او اوف ان. تمام طب انا مش عايز تبقى او اوف ان، انا عايز اكون كونستنت، فممكن اعمل حاجة بالمنظر دوت ان انا اخلي في مساحة فاضية من الاول ومن الاخر واعمل اد والالمنتس تكون في النص. فلو انا عندي حاجة بالمنظر دوت وعايز اعمل اد من قدام ساعتها هزود الاليمنت اللي هو اوريدي في مكان فاضي. تمام بس هي الحركة ديت يعني انا كده مثلا لو عندي اري فهخلي اول element يكون في نص الاري مثلا وابدأ اتحرك يمين وشمال صح ولا ليها حل ليها implementation تاني؟ هو الصوت وانا قطع سامع يعني فافترض ان الدنيا ايه؟ معلش قول تاني يا صلاح، بقولها ان احنا دلوقتي قول تاني يا صلاح معلش ما سمعتش. هنحط لو احنا عندنا array هنحط ال element في النص ويبقى عندنا لو حبينا نحط element بعديها او قبليها صح ولا هيبقى ليها implementation تاني غير ده؟ بس هيكون في مكان فاضي، بس انت في الاخر الاليمنت دوت هو الاليمنت رقم زيرو بالنسبة لك دلوقتي لما حطيت حاجة ورا فده بقى الإليمنت رقم زيرو. الأريه فاضي من قدام ومن ورا، بس احنا في الآخر بنبدأ من الإندكس بتاع أول إليمنت موجود. تمام هنتكلم عليها أكتر يعني إن شاء الله قدام لو جت فرصة، بس هي دي الفكرة اللي أنا كنت عايز أوصلها من داتا ستراكشر. هي داتا ستراكشر إيه الهدف منها في الآخر؟ إزاي أرص الداتا بتاعتي في أشكال تخلي العمليات اللي أنا عايزها تكون مناسبة. فأنا دلوقتي كان عندي مشكلة من الآد من الأول، في مشكلة كل مرة هعمل آد لازم أعمل كوبي في مكان جديد وأروح حاطط الإيلمنت اللي أنا عايزه، وبالتالي كانت العملية مكلفة. فإيه اللي يحصل لو أنا رحت سايب حتة فاضية من الأول علشان لما أجي أعمل آد من الأول يكون في مكان أوريدي فالدنيا ما تضربش مني ويبقى العملية كونستنت. فهي دي الفكرة بتاعت الدي كيو، ان هو دبل اندد كيو. انا ممكن دلوقتي اعمل اد ويبوش من قدام ومن ورا. ده البتاع الدوكيومنتيشن بتاعه برضو لذيذ، وادي الاوبريشنز بتاعته الاوبريتورز الحاجات الاوبريتورز عندي بس الفانكشنز سؤال، بتاعته، هتلاقي حاجه زي الفكره. اتفضل. هو أنا كده وفرت في التايم بس أنا كده مش استخدمت سبيس زيادة مش محتاجاها، ممكن أكون محتاجاها لو معرفش أنا محتاجاها ولا لأ. طيب هو احنا دايما عندنا التريد اوف دوت ان انا لو عايز اوفر في السبيس هاخد شويه في التايم، لو عايز اوفر في التايم انا هاخد شويه من السبيس. ما هو الفيكتور بنفس المنطق بالظبط، انا كان عندي مساحه زياده مش مستخدمها في مقابل ان اوفر تايم عشان اعمل ادمن او بوش صح ولا غلط؟ أنا آسفة صوت حضرتك كان بيقطع. نعم الصوت كان بيقطع. طيب سامعني دلوقتي كده ان هي صح؟ تمام. طيب انا بقول لك دايما احنا عندنا التريد اوف دوت بتاع التايم والسبيس، انا لو عايز اوفر شويه في التايم فاخد شويه من السبيس، لو عايز اوفر في السبيس اخد شويه في التايم. وبنفس الفكره اللي انت بتقوليها ديت، الفيكتور ذات نفسه كان واخد شويه سبيس زياده في مقابل ان هو يوفر لنا في العمليه بتاعت البوش باك صح ولا غلط؟ تمام. بس احنا كنا بنحاول نتحايل على الموقف ده ان احنا بنعمل شرينك ويعني او بن اكسباند وبن شرينك على حسب الحاجه، مش بناخد سايز وخلاص، مش بناخد حاجه مثلا اماكن اكتر بكتير من حاجتنا، احنا بناخد الدبل. فبنفس الفكره برضو ينوت في الدبل اندد كيو، انا مش هاخد مكان كتير على الفاضي، انا بس هاخد اكبر من فاكتور ما في الداتا بتاعتي، وليكن مثلا دوت لو ان فانا هبقى عندي على الشمال وعلى اليمين ان وان او اتنين ان واتنين ان على حسب الفاكتور اللي انا هظبطه في الدبل اندكس ده او في الداتا ستراكشر ده.
تمام، فهمت حضرتك. باشمهندس اوكي افندم. سؤال بس، هو لو دلوقتي لو انا عايز اجيب اول اليمنت في الـ في الكيو دي، مش انا كده هضطر ان انا اعمل لوب عشان اعرف فين اول اليمنت اصلا؟ لا، انا دايما عامل الاوبريشن اللي هي او مظبط الحاجه بتاعتي، ان انا لو قلت له هات زيرو، ان هو يبدا من المكان ده، تمام. ابدا من يعني انت من جو من ورا كده، هو من الامبلمنتيشن بتاعك هتقول له اعمل مثلا انت عايز زيرو، والاماكن ديت كلها هي كي، فتقول له يبدا من المكان كي علشان ولو يجيب لك عملت الاليمنت ده بوش من قدام بغير الكي ده. بالظبط كده هو. فانت تمام. عندك الكلام ده انت شايله في فاريبل اسمه مثلا السبيس اللي فاضيه هنا اهوت، فانت يعني العمليه دي هتظبطها في الامبلمنتيشن. تمام. طيب البريوريتي كيو، احنا اتكلمنا الفكره اللي كانت على البريوريتي كيو، وقلنا ان هو عباره عن كيو بس البريوريتي الاليمنت الاكبر هو اللي هيخرج. يعني انا لو عندي حاجه بالمنظر ده، احنا هنا بالترتيب دوت. دلوقتي لو انا عايز اعمل في البريوريتي كيو ديت، عايز اعمل دي كيو، عايز اخرج الحاجه، مين المفروض اول اليمنت يخرج لي؟ 6 لا الواحد ده لو كيو مش عادي، انا لو بس برايورتي احنا مش دلوقتي انا اكبر بنتكلم على اليمنت. بريوريتي كيو بالظبط. مين اكبر اليمنت دلوقتي؟ لو 6 الست اللي هو جاي في الاخر. ف يبقى دوت لو انا عايز اعمل دي كيو لبريوريتي كيو، ولو انا عايز اعمل دي كيو باشمهندس تاني معلش، هيبقى هي الخمسه بريوريتي في كيو الاربعه في الثلاثه في الواحد. ازاي نعمل امبلمنتيشن لداتا ستراكشر بالمنظر ده؟ انا عايز اطلع دايما اكبر حاجه. باشمهندس، هي بريوريتي كيو ديت اللي هو بدور على اكبر اليمنت يعني، ولا بريوريتي كيو يعني بدور على الحاجه اللي هي بريوريتي اعلى وبخرجها. البريوريتي الاعلى دي ممكن تكون اكبر اليمنت او اقل اليمنت او ايا، يعني ده ممكن نختلف في تعريف كلمه بريوريتي، بس المهم ان انا لما بعرف بريوريتي فاللي ليه بريوريتي اعلى هو اللي هيخرج. تمام. فاحنا دلوقتي خلينا نتكلم على ان احنا يعني البريوريتي بتاعتنا هي الماكسيمم اليمنت، ف حاجه بالمنظر ده ازاي اعمل امبلمنتيشن لحاجه بالمنظر ده؟ انا كده همشي في كل element في الطابور، هشوف يعني انهي اللي بستة باينري وسبعة. سيرش تري، مش انت مثلا عندي سؤال في الحتة دي، سؤال هو البريوريتي كيو دي هتبقى معاك سامعني؟ سامعك يا البريوريتي كيو يعني مثلا ده بيبقى يعني هو كل العمليات اللي انا هعملها بريوريتي، ولا ده بيبقى عملية أنا بعملها على الكيو عادي؟ مش فاهم السؤال قوي، بس هو اعتقد ان الجزء الاولاني ان احنا الحاجه بتتحسب تاني. البريوريتي كيو دوت هو حاجه ليها الحاجات الاساسيه بتاعتها، يعني بريوريتي زي الكيو بالظبط، عايزين نعمل ان كيو ودي كيو، بس الفرق ان الدي كيو هو مش بيطلع لي اخر اول اليمنت دخل، هو بيطلع لي اكتر اليمنت ليه بريوريتي. واضحة الفكرة دلوقتي؟ تمام. طيب، فحاجة بالمنظر ديت أنا عايز أطلع الإليمنت اللي ليه أكتر بريوريتي مش الإليمنت اللي جاي الأول، ممكن أعملها إزاي؟ كان في حد بيقترح باينري سيرش تري، هي صح بس يعني هتعمل مشاكل في الآد يعني، أو هتزود لما تيجي تعمل آد في باينري سيرش تري، البالانسنج بتاعها هيبوظ بسرعة، وبالتالي مش هتستفاد قوي بإن هي بالمنظر ده. بس هي فعلا قربت من الحاجة، يعني الحاجة الصح إن هي اللي هي، بس ده اللي هنتكلم عليه قدام. بس أنا دلوقتي بتكلم على الأري، لو أنا عندي أري عايز أعمل عليها بريوريتي كيو، إزاي أعمل الـ implementation للحاجة ديت؟
ممكن ابقى انا ريسيرش على ال values وهي array برضو عادية بدون ما اعمل باينري سيرش تري. بس ده معناه ان الاري لازم تكون سورتد اصلا صح، صح. او ان هي تكون في الاستراكشر بتاع الباينري سيرش تري عشان اعمل حاجه بالمنظر ده، فبرضه ده مش مناسب. ده مع اول انسيرشن لاول اليمنت الدنيا هتبوظ. مظبوط. ها استخدم حاجه ثانيه حاجة زي فانكشن بتجيب لي مش مهندس معلش، الماكسيمم هو ولا فيف الاختراع على كل اليمنتس. واحد واحد طبعا ما فهمتش حاجه. ما كنت هسأل بس اللي هو مايكل قاله دلوقتي ده ليه غلط لما هيحصل insert. احنا ضابطين الاري في وضعيه معينه عشان يكون باينري سيرش في تري، فمع اول اليمنت هيتحط مش في مكان، احنا هنأد اليمنت من الاخر، تمام. فالاليمنت ده لما يتحط الدنيا دي هتبوظ. يا اما ان انا اقعد احرك في الاري. خلينا نتكلم في الكلام لما نوصل لباينري سيرش تري بعد اذنكم. فاحنا دلوقتي في اري عاديه خالص وعايزين نحط نعمل بريوريتي كيو. انا هسهل عليكم بدل يعني اللي احنا عمالين بنعمله ده. الاري جات لي بالمنظر ده صح، فدلوقتي لو انا عايز اعمل دي كيو ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل سورتنج وبعدين اروح اعمل دي كيو. هل الامبلمنتيشن ده غلط؟ السورتنج هيخلي لي الاليمنت الكبير في الاول او في الاخر على حسب انا هعمل سورتنج باني منظر، ديسندنج ولا اسندنج، وبعدين اعمل دي كيو. هو كده انا مش هغير ترتيب الاليمنت؟ هغير ترتيب الاليمنت صح، بس هل ده انا عايزه ولا مش عايزه؟ ده السؤال اللي لازم يتسأل. ما انا انا عايز مرضتش اعمل كده فعلا. يعني مرضتش اقوله قولني كده احنا بقى هغير مثلا لما لو انا محتاجة اخلي اللاست ان، لو انا همشي بسيكونس معين فكده الاليمنتس ترتيبها مختلف فممكن يأثر مين اللي جاي الاول مين اللي خرج الاول. طب يا حلو، باشمهندس، فهو هو هنا ده ممكن السؤال فعلا اللي احنا كنا محتاجين نسأله. هل انا عايز احتفظ بترتيب الالمنت؟ ايوه انا عايز احتفظ بالكلام ده. ما هو واضح ان البريوريتي كيو بيعارض الكلام ده. هو تعالى زي ما تيجي، بس في الاخر خالص لما تعمل دي كيو انا هطلع اللي ليه اهميه الاول، وبالتالي مش فارق معايا حاجه من الاول من الاخر، انا عايز اعرف مين اللي ليه بريوريتي اعلى. طب يا باشمهندس، واحنا ما فانا ينفعش دلوقتي بقى نعملها مسموح لي في ان انا الدي كيو؟ ابوظ الترتيب بتاعه، ما بقاش ليها معنى من كيو غير بس الاسم وخلاص. هو مش المفروض ان كيو بتبقى اللي هي فيرست ان فيرست اوت، فكده مش هيتم الموضوع ده. صح، بس ده لو هي كيو مش بريوريتي كيو. احنا شفنا في البريوريتي كيو ان اللي بيجي بس ليه اهميه اكتر، حتى لو جه الاخر هو اللي بيطلع الاول. فدلوقتي ما بقاش كيو بالمعنى بتاع الفيفو او بالمعنى فيرست ان فيرست اوت، اللي دي بريوريتي اعلى بقى هو اللي بيخرج الاول. تمام. طب هو لا، ما ينفعش نعمل سيرش عليها ليه؟ يعني لو هي دي كيو بس وانا عايز اعمل دي كيو على رقم 6، ما ينفعش ان انا امشي على كل element اشوف هل هو بيساوي الست دي اه ولا صح، لا، هتعمل سيرش على الاكبر وبعدين وبعد كده اقوم شايله او جايب الباقي مكانه يعني. صح هتعمل تمام. دي ممكن تراقب منها. بس دلوقتي العملية بتاعت الديك كيو احنا هو الصوت قطع يا باشمهندس. طيب اللي انت بتقوله يا محمد صح، بس يعني انا عايز ايه اعمل حاجة بالمنظر دوت كده اهو. احنا في الاخر خالص عايزين نوصل لحاجه الكومبلكس بتاعت الدي كيو والان كيو تكون مناسبه لينا. فاحنا دلوقتي عندنا ان احنا نسيرش وعندنا سورتنج وعندنا حاجه تانية احسن بس مش هنتكلم عليها دلوقتي. يا باشمهندس، طيب فحاجه زي السيرش الدي كيو هتبقى الكومبلكس بتاعتها كام؟ ان ايوه يا محمود عندك سؤال؟ ما هو هو انا كان عندي سؤال، هو في البريوريتي كيو هو لما بنحط element هو كان بيحطه بناء على ايه؟ يعني هل هحطه عادي هيعملها ككيو عادي، ولا برضه هيحطها بناء على البريوريتي بتاعتها؟ دور الداتا ستراكشر هي اللي هتظبط الموضوع ده.
فخلينا نشوف يعني هيتحط ازاي بناء على الامبلمنتيشنز المختلفه للموضوع ده. طب هو مثلا فاحنا انا عايز دلوقتي اعمل، طلعنا، هو انا لو طب عايز ماشي اعمل ثانيه مثلا بس دي كيو، هجاوبك على السؤال ده، هجاوبك ماشي على السؤال ده يعني كمان 5 دقايق. فاحنا ماشي دلوقتي طلعنا بطريقتين لحد دلوقتي، يعني في طريقه ثالثه هي صح، بس خلينا في الطريقه دي. احنا ممكن نعمل سيرش الاليمنتس تيجي زي ما تيجي، هنعمل اد من الاخر فعلا، ولما اجي اعمل دي كيو هسيرش على الاليمنتس كلها واطلع اللي اعلى بريوريتي. فالان كيو بتاع الحاجه بالمنظر دوت هي اوف 1، لان انا بحط الاليمنت في الاخر وخلاص. والدي كيو هتبقى اوف كام؟ تمام. اوف ان بالظبط هتبقى اوف ان، لان انا هقعد ادور في الكيو كلها لحد ما اطلع اخر بريوريتي. مظبوط. طب الامبلمنتيشن التاني بتاع ان الحاجه هتجيلي وهي بتيجي، انا هعمل لها سورتنج. بمعنى ايه؟ ان انا لو وليكن اول اليمنت جه هو 1، بعدين جه الاليمنت اللي اسمه 5، 5 ده هفضل امشيه لحد ما يكون في مكانه الصح. ف5 ده هيفضل يطلع يعمل له هويستنج او كانه بيطلع لفوق كده اهوت لحد ما يطلع في مكانه الصح. وبعدين عندنا الثلاثه، فالثلاثه اول ما اتحطت هنفضل نعمل لها هويستنج او نحركها لحد ما تبقى في مكانها الصح. وبعدين جت 4، فال4 نفضل نحركها لحد ما توصل هنا اهوت. حاجه بالمنظر دوت كده اهوت. ده الامبلمنتيشن التاني اللي بنتكلم عليه، ان انا والحاجه جايه اظبط لها مكانها. فحاجه بالمنظر ده الدي كيو بتاعها هيكون كام والان كيو بتاعها هيكون كام؟ دي كيو هيبقى واحد الكومبلكسيتي والان كيو هيبقى ان لوج. بالظبط، الدي كيو دلوقتي بقى كونستنت، اللي عليه الدور او اللي موجود في الاول هو اللي هيخرج. لكن الان كيو انا كل مره عمال بقعد اظبط المكان، هو لازم امشي على الاري، الورست كيس ان انا امشي على الاري كلها، فبالتالي الان كيو بقى او ان. فزي شايفين المنظر دوت على حسب الاوبريشنز اللي انا عايزها والامبلمنتيشن اللي انا عملتها الكومبلكس بيختلف. ف عايزين احنا بعد كده نوصل لحاجه تعمل البالانسنج بتاع الموضوع دوت. انا عايز الدي كيو والان كيو يكون افيشنت، لان انا في الاخر مش عايز حاجه يعني اضرب عمليه على حساب عمليه. الحاجه ديت هتكون الهيت ان شاء الله يعني. هنشوفها بقى ان شاء الله بعد المتر. بس مثالي يعني دلوقتي انا جاوبتك على السؤال بتاعك يا محمود، ان الان كيو الكومبلكس بتاعته ايه على حسب انا كنت عامل اني امبلمنتيشن. انا لو عامل الامبلمنتيشن الاولاني بتاع ان انا هحطه وخلاص، بس في يوم الدي كيو هقعد اعمل سيرش فهتبقى اوفن. لو انا كنت بعمل بفكره ان انا بحط الحاجه في مكانها صح ان هي سورتد اليمنتس، فالان كيو دلوقتي هيبقى اوفن. هستوب الشير. يا السكرين فاصل يا باشمهندس. حاضر دلوقتي واضحة الفكرة يا محمود؟ طب ممكن تقول ايوه يا مايك. هو ال يعني الامبلمنتيشن اللي حضرتك هتقول عليها هيخلي اكيد هيقلل من الان كيو شويه، هيخليها لوج مثلا. بالظبط، هنخلي الان كيو بلوج. تمام. بس احنا دلوقتي يعني قاعدين عندنا implementation كده ايه يعني في دماغنا لفكرة ال priority queue، او نمشي بيه حالنا لحد ما ربنا يسهل ونشوف ايه حوار ال heap وال queue والناس دي. طيب تمام. ده كده يعني في اي سؤال؟ لا لا تمام. خلاص زي ما ماشي قلت يعني. ماشي يا باشمهندس. اتفضل اتفضل يا محمود. طيب فممكن بس حضرتك تقول هنعمل ايه تاني في الهيب عشان انا كان بيقطع عندي. لا انا ما قلتش هنعمل ايه في الهيت، احنا قلنا ده هنتكلم عليه بعدين بعد المثال. تمام شكرا. ايوه العفو. ايوه محمد. هو في السورتنج لما انا هعمل سورتنج وعوز ان انا اجيب الاليمنت اللي هو كان 6 ده، طب ما انا كده مش هعرف مكانه برضو، يعني عاوز ان انا ادور عليه في الاول، فانا باخد اللي هي هتبقى يعني برقم لا غير كونستنت تاني ولا ايه؟ وانا بعمل ان كيو، انا دلوقتي عامل ان كيو للستة. هعملها ازاي؟ اول حاجه هحطه في الاخر، وبعدين هبتدي احركه تمام. هبدأ اعمل بحيث ان سورت هو من جديد. يوصل للمكان الصح بالظبط. هيوصل فين؟ هيوصل هنا.
الدي كيو هيبقى عباره عن ايه؟ الدي كيو دايما عباره عن انت هات الاليمنت اللي في الاول. تمام، بس مثلا لو انا عاوزت اعمل هنا دي كيو لخمسة مثلا يعني. يعني ايه دي كيو خمسه؟ مش في سته؟ مش ده بريورتي كيو؟ اه تمام فالدي كيو يبقى لازم اطلع بريورتي اعلى. تمام اوكي تمام. دايما فكره الراندوم اكسس دي هي تشد من دماغكم كل ما احنا بنتكلم على اهالي، لان انت لو محتاج راندوم اكسس يبقى انت مش محتاج الداتا ستراكشر بالمنظر. اخر بس حاجه قبل ما نمشي، عايزين ناخد مساله بسيطه خالص على على الستاك، بس احنا نشوف بس ازاي بتتكتب. لو فاكرين ايه باليندروم، فاكرين مساله الباليندروم ان انا عندي تكست وعايز اشوف هو باليندروم ولا لا، وباليندروم دوت كان معناها ان احنا البتاع بتتكتب من الاول زي الاخر، يعني حاجه بالمنظر ده A B C D C B A دي باليندروم، لأن أنا ممكن أقراها من الشمال زي اليمين. آه حاجة بالمنظر دوت مش باليندروم لأن هي شمال مش زي اليمين. آه إحنا خدنا المسألة دي السنة اللي فاتت وعملناها بالأريز، إن أنا مسكت أول إيليمنت وآخر إيليمنت وقعدت أقارنهم ببعض وبدأت، وفي الآخر لو في إيليمنت مش تمام او مش زي التاني يعني في الكومباريزون ديت بقول ان هي نوت باليندروم. فالنهارده بس عايزين ناخدها كمثال على الستاك، هل نعرف نحل المساله ديت بالستاك؟ ممكن نخش من الأول ولو بيساوي اللي في الآخر نعمله بوب لغاية ما الستاك تبقى فاضية، لو الستاك فاضية في الآخر يبقى كده بلندر. لا قوليها تاني معلش، هنعمل بوش للحروف وبعدين هنعمل ايه؟ هنقارنها باللي في الآخر، لو شبه بعض نعمل لها بوب الاتنين مع بعض يعني، وكده لو الستاك في الآخر تبقى فاضية يبقى بلندر. بالظبط هو ده اللي انت بتقولي عليه. فتعالوا نشوف ازاي نكتب حاجة بالمنظر ده. انا عملت انكلود للستاك، عرفت سترينج بأي حاجة، عملت ستاك. طبعا الاسامي دي يا ريت يا ريت محدش يسمي الفاريبل زي ما انا بسميها لو سمحت يعني، او في المسائل دي تحديدا الفاريبلز تكون معبره شويه. فلو احنا عايزين نظبط حاجه بالمنظر ده فخلينا نقول ان الاس ده هو عباره عن، عملنا كل اس ليه؟ خلينا نعمل كده هو واضح ان انا نزلت اكستنشن باظ الدنيا. ما علينا، خلينا نعمل كده ونغيره. عايزين نغيره نسميه مثلا ايه، نخليه وورد مثلا. خلاص ماشي شكرا. طيب ودلوقتي انا رحت معرف ستاك فاضي، ستاك فاضي دوت خلينا نسميه اي حاجة وليكن مثلا وورد ستاك. ايه دي ده وده وده. وبعدين جيت ان هو قلت له لكل كاركتر في الوورد خلينا نسميها كاركتر فعلا، كاركتر انا كاتبها صح يعني، لكل كاركتر في الوورد اعمل بوش للكاركتر ده في الستاك. فيبقى عندنا الستاك دلوقتي عبارة عن A B C D C B A. وبعدين رحت لافف تاني قلت له لكل كاركتر في الكلمة اللي اسمها وورد ديت هات التوب بتاع الستاك وقارنه لي بالكاركتر ده. والله لو مش زي بعض يبقى ده نوت ابلندروم، واعمل ريتيرن خلاص، خلص الفانكشن مش محتاجين نعمل حاجة وتمام كده اهو. لو زي بعض يبقى اعمل بوك وبعدين كمل الحاجة بتاعتك، لو وصلنا للآخر خلصنا الفرع على خير يبقى ده باليندروم واعمل ريتيرن. ليه أنا عملت كده؟ ليه ما عملتش حاجة بالمنظر دوت؟ دوت بوب مثلا ونسيب دوت. عشان لو احنا جينا للدوكيومنتيشن بتاعة الستاك بوب هنلاقي إن هي متعرفة كفويد فانكشن، البارامترز بتاعتها نان والريتيرن بتاعها نان. وبالتالي علشان اجيب الاليمنت اللي انا عايزه من الاكزامبل اهوت بيقول لك انت ممكن تعمل توب وبعدين بوب. فعشان كده رحت انا عامل
نفس الحاجه اللي انا جبتها من الدوكيومنتيشن، رحت عامل توب وبعدين رحت عامل توب. توب هتجيب لي الاليمنت اللي في الاخر دوت عباره عن ايه، ده زي البيك او اللي احنا كنا مسمينها بيك في السيكشن، وبعدين بوب هتروح شايلاه من الستاك. هو واضح انا ان مش فاهم، انا مش فاهم هو ليه بنعمل لها بوب. علشان لو ما عملنا لهاش بوب، طب هتفضل مشاور على نفس الاليمنت. تمام ماشي. فاحنا لازم نشيلها كل مقارنة نروح شايلين، عشان فاحنا كأن احنا بنمشي في مع الكلمة حرف اللي قدام، والستاك بنمشي كمان مع حرف. بس الستاك تاني زي الفيكتور، زي اي داتا ستراكشر في الاس تي ال، في الستاندرد لايبرري بتاعت السي بلس بلس، عبارة عن تمبلت داتا ستراكشر. فانت محتاج ان انت تديله الحاجة اللي انت عايزها، وبان انا بحط شوية حروف، فرحت عامل ان التايب بتاعه كاركتر. وبس الفور اعملها بالطريقة اللي انت عايزها. انا بحب اوتو، بس يعني انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. انت عارف ان كاركتر داتا هي كاركتر، فممكن تعمل كده هو اللي يعني كل حاجة شغالة. عموما بس الهدف من الموضوع ده بس ان انا كنت اوريكم مثال على ان احنا نعمل انكلود للستاك ونستخدمه زي الفيكتور بالظبط. في أي أي أسئلة أسئلة لحد دلوقتي؟ باشمهندس؟ هو في البوب، هي البوب معمولة خارج الفور لوب صح ولا جواها؟ لا، هي في الفوق، هي بره الاف. تمام. بحس ان هو يعني هو في البداية بيعمل تشيك على على التوب والكاركتر اللي موجود عندي في الأول، ويشوف هما زي بالظبط. بعض ولا لأ، ولحد ما هيبوظ الكونديشن يقوم يطلع ان هما نوت فاليندروم. بالظبط، اول ما الكونديشن يبوظ نوت بالاندروم ويريتيرن، نخلص الفانكشن كلها، مش يبريك بس، يريتيرن خالص. لان انا لو كنت عملت بريك كان هيعمل سي اوت الموضوع ده. كان تمام. ممكن اضبط الموضوع ده ان انا احط فاريبل وبعدين اتشيك على الفاريبل اللي في الاخر. يعني ايا كان الايفنت اللي هتعملوه، اعملوا اللي انتوا عايزينه، المهم ان الحاجه تشتغل صح وخلاص. تمام. احنا كده جربنا اهوت للبتاع دوت، فده از بالندروم. لو جينا مثلا شيلنا ال دي، هل ده بالندروم ولا مش بالندروم دلوقتي؟ ده فاليندروم. بالندروم برضه بالظبط، لأن لسه مش شمال اليمين. لو جينا خلينا دوت ايه، ده مش بالندروم. بس يعني ده الحاجات اللي أنا كنت عايز أكد عليها بس قبل يوم الأربعاء إن شاء الله. لحد دلوقتي مش عارفين نوصل لأكسس كود بتاع البلاك بورد، فالكويز هيكون يوم الأربعاء في السيكشن. هيكون خليه الساعة 9، و خليه الساعة 9 بحيث إن تكون عندكم وقت تيجوا، يعني عشان لو حد أتأخر في المواصلات. فخليه 9. غالبا هيكون باشمهندس، عندنا ما احنا استمتاع هنمتحن بتاع الاسبوع الجاي، لازمته كويس. عشان أذاكر قبل الامتحان. طب ما احنا كده كده هنذاكر، احنا مضطرين يعني، ده مش اختيار. حلو، طب ما دام انت كده كده مضطر يبقى خلاص بالمرة. ماشي. اهم حاجة اللي انا فيها درجات برضه. نعم، يوم الأربعاء يعني في ناس مش هتذاكر الداتا قبل يوم الأربعاء مثلا. طب هو الموضوع مش محتاج مذاكرة، يعني احنا في الآخر شوية، يعني احنا عمالين بنفكر في الآخر، مفيش حاجة تتذاكر في المادة زي ما انتوا شايفين. فإيه مذاكرة داتا ستراكشر بالنسبة لكم؟ أنا عايز أعرف. هو احنا بس يا باشمهندس لو ينفع حضرتك تقول لنا على سورس نجيب منه أسئلة بحيث ان احنا نحاول نجيبها نحلها قبل المتر او قبل الكويز اصلا. ما هو كود فورسز دوت موجودة اهوت، وهاكر رانك، والناس كلها موجودة. لا، تكون أسئلة من امتحان فعليا، هو مش ما هيبقى هو فيه نظري حاجة في زي الامتحان. الامتحان. كويس انت سألت السؤال ده. لما سألت الدكتور أحمد هشام على الميدتيرم، فالميدتيرم هيكون عبارة عن شوية أسئلة كده اهوت دردشة. مش عارف ازاي نعمل ايه اقارن بين ده وده. لو احنا عندنا حاجة بالنظر الفلاني هنعملها ازاي. هو نظري ده اللي يعني قاله لي. هيكون نظري، وده متهيألي هو بيتكلم يعني في المحاضرة، انتوا ممكن تفهموا بالظبط هو ممكن يسأل على ايه. وهتكون مسألة كودينج بسيطة، مش حاجة صعبة مسألة يعني. ايه؟ كودينج تمام. بسيطة. فالامتحان هيكون عبارة عن سؤالين، حبة نظري وحب او سؤال كود بس. طب مثلا احنا هو نتدرب منها على النظري، نعم. نتدرب عايزين سورس نتدرب منه على الأسئلة النظري. مش
مش عارف ده ممكن يكون ازاي، بس امتحان هو تقديمي مثلا. ما فيش، لو تعرفوا تجيبوا الامتحان القديم من الدفعات اللي قبلكم يبقى كويس. انا ما عنديش امتحانات قديمه فعلا، لان انا ما شفتش اللي فات، بس انا هحاول ادور يعني مع يعني في الحاجات بتاعت دفعتي لو احنا كان عندنا حاجه بالمنظر ده ولا لا. طب هو بس بالنسبة الاحسن يعني تسالوا الدفعه اللي قبلكم. تمام، هو بالنسبة للكويس بتاع حضرتك، حضرتك قلت ان هو هيبقى complexity و coding problem، ممكن نعرف ال coding دي هتبقى stack ولا queue ولا هتبقى ايه بالظبط؟ لا مش ممكن. تمام ايش؟ طيب في طب اي بس حاجة؟ معلش، بالنسبة هو احنا للكودينج اللي هيجي في الميد، هيكون على الحاجات اللي احنا خدناها برضه اللي هي الستاك والكيو كده، ولا كودينج اللي هو عادي زي مثلا الاساينمنت اللي احنا خدناه؟ يعني هتفرق معاك في ايه يا عم؟ ما يجي زي ما يجي، يعني انت ايه المشكلة؟ تمام. المشكلة إن في درجات يا دوق يا باشمهندس. طب ماشي، ما احنا عايزين نلمها بقى مع بعض يعني. طب ما نخلي الكويس بعد الميد ترم ونبقى مذاكرين برضو. طب ما اديكوا حل الكويز وخلاص. طب نخلي اسايمنت. طيب بعد الميد تيرم بص يا شباب، التعويره بتاعت الكويز سهله ممكن تتلحق، لكن التعويره بتاعت الميد تيرم وحشه، فخلينا نتعور في الكويز لو يعني ان شاء الله الموضوع سهل فعلا، بس زي ما بقول لكم عشان يعني مجرد ان احنا ايه نبتدي نفتح الحاجة قبل الميد تيرم بفترة علشان لو في مشاكل نعرف نظبطها، فخلينا نجرب في الكويز الأول قبل الميد تيرم بدل ما نعمل العكس وتبقى يعني منظرها وحش. طب يا باشمهندس، واحنا لما هنتسأل مثلا في كويز او في ميد تيرم عن الاستراكشر عن الامبيتيشن بتاع ال SQL ذات نفسها، ولا هنستخدم ال SQL في بروبلم عادي لو انا قايل لك نستخدمها كجاهزة يعني؟ حلو، لو انا قلت لك استخدم يعني ما جبتلكيش سيره استخدمي الاس تي ال على طول، لو انا قلت لك اعملي امبلمنتيشن فاعملي امبلمنتيشن. اوكي، اي حاجه تاني قبل ما نمشي يا شباب؟ معلش الاهلات، انا فعلا كنت بتعرف يعني كنت مصدع كنت باخد الجرعه الثانيه وبتاعت الكورونا ديت، فما كنتش عايز ابص على اي شاشه عشان كنت مصدع البتاع دوت الجمعه والسبت. فلو في حد عنده لسه مشاكل، انا يعني فريت كده الايميلات بعنايه، كانت اكثر مشكله حوار الفيلينج تو بوش دوت، وبعت لكم الحل بتاعها، فياريت تجربوه، وان شاء الله النهارده يعني هبص على كل الايميلات وارد لو في حد عنده اي حاجه ثانيه. باشمهندس معلش، هو في المسائل اللي هي موجودة على كود فورسز، هو ينفع أسأل حضرتك بس على السؤال اللي هو مطلوب ايه اصلا؟ لو مش عارفه خلاص يعني، هو في الاخر مطلوب منك تحل سؤال واحد ما بس فعادي يعني بقى. لو انا عايز احل الباقي، هو في الاسئله انا مش فاهم اصلا ايه المطلوب فيها، يعني كان في سؤال بيقول less or equal، انا مش فاهم هو عايز ايه. خلاص مش مشكلة سيبه. فخلينا ما نضيعش، في مسائل فعلا يعني اعلى من اللي احنا بناخده بكتير، فعادي وطبيعي ان انت تكون مثلا مش فاهم هي عايزه ايه اصلا ولا هتحل ازاي، ف يعني سيبها دلوقتي ونبقى نتكلم عليها بعدين ان شاء الله لما يكون عندنا وقت. تمام. ماشي يا حبيبي، شكرا وسلام عليكم. طب باشمهندس، ثانية افندم سؤال، هو واحنا بنرفع السكرين شوتس احنا هنرفعها باللي هو البرانثيسيز دي، ان احنا نحط سكرين شوت وبعدين نكتب اللينك بتاع الدرايف اللي بعده، ولا ايه؟ ليه عايزكم تعملوا كده؟ عشان المارك ده من سينتاكس دلوقتي يعني بقى مشهور، وممكن تعمله كمان بيه ويب سايتس بدل ال HTML. جيت هاب ممكن تاخدي صفحة المارك داون ديت وتعملي لها هوستنج على جيت هاب وتبقى الويب سايت بتاعك. فعايزين نتعلم ازاي نحط صورة في البيج بتاعت الريدمي ديت زي ما بتحط صورة في ال HTML فايل يعني، بس مش اكتر. طب هو باشمهندس، هو انا هو في حطيت طريقة الصور مع الفايلات وقمت رافع الفايل كله عادي ولا؟ حطيت صورة مع الفايلات، رحت رافع الفايل كله. ماشي، ما انت سواء هترفع الصورة او هتحطها على جوجل درايف تاخد اللينك بتاع يعني اعمل اللي انت عايزه، بس المهم صفحة الام دي فايل اشوف فيها الصورة. هو انا حطيت فيها لينك بس، يعني هو اللينك مش حطيت الصورة، هو لينك الصورة بس. لا بعد اذنك عايزين نشوف الصورة كمان. هو الصورة أنا حطيتها مش في الريدمي، يعني مش حاطط في الريدمي فايل، أنا حطيتها في فايل تاني لوحدها، يعني زي الفايل بتاع سي بي في فايل دوت ايمج. لا عايزين الصورة تكون في الريدمي فايل. ايه طب ممكن حضرتك تورينا نعملها ازاي؟ طب فين المانجا؟ فاتح اني واحدة.
ادي المارك داون سينتاكس ده، لو احنا جينا فتحناه هنلاقي فين ايمجز اهيت، ننزل تحت لان هو بيعمل المنظر ده بالظبط، بيعمل اكستنشن مارك وبعدين بيفتح حاجه كده، هو ده الالت تكست اللي بين السكوير براكت، وبعدين بيفتح قوسين راوند وبيحط فيهم اللينك. اللينك ده ممكن يكون ريلاتيف او ممكن يكون ابسوليوت. ريلاتيف بمعنى ان هو بيشاور على مكان في نفس الفولدر، وانا بقول له مثلا خش الفولدر الفلاني اللي في نفس المكان، او ارجع ورا سنه وخش الفولدر الفلاني وهات الصوره، او يكون لينك بالمنظر ده، وانت رافعه مثلا على جوجل درايف ولا حاجه وحاطط اللينك كامل. فلما نيجي نعمل ديسبلاي للمنظر ده هنلاقي ان هو حاجه بالمنظر ده، الصوره موجوده في الصف. بس مش اكتر، هو ده فايده اللينك، ان احنا لو قرينا الدوكيومنتيشنز هنفهم هو ايه المطلوب مننا بالظبط، او السنتكس هيبقى عامل ازاي. طب انا ممكن اسال سؤال؟ هو تمام. انا لا، جيت عند نيو ايشو واخدت الصوره دراج اند دروب على جيت هاب وخدت اللينك، يعني هي كانت مكتوبه بالسنتكس ده بالظبط، بس هي كانت على اللابتوب مش مرفوعه، فهي كده مش هتبقى لوكال عندي، بس تبقى ظاهره عندي بس مش ظاهره عند حضرتك، صح؟ ما فهمتش السؤال قوي، بس انت لو فتحتي على جيت هاب وشفتيها هتعرفي هتظهر عندي ولا لا. في الاخر خالص اللي انا بشوفه هو نفس الحاجه اللي موجوده على جيت هاب بتاعك، فلو انت شايفاها يبقى انا شايفها. اي طب سؤال تاني؟ باشمهندس، بص، هو دلوقتي في كذا فايل في الاكواد، يعني في كذا مين، فانا ازاي اعمل له بوش؟ يعني هو بيعمل له مشكلة على الجيت هاب مش ظاهر اصلا. لو في فايل فيه كذا مين دي مش هتعمل مشكلة في البوش، المشكلة ان احنا بنرن بروجكت، فعادي دي فايلات عادية اعمل لها بوش مش هيحصل مشكلة ولا حاجة. ايوه ماشي، انا عملت بوش وكوميت بس هو مش ظاهر على ان هو نزل على جيت هاب. يبقى في ايرور او مشكلة طلعت، فاقري ايه اللي بيطلع لما تعملي كوميت او لما تعملي بوش. هل ما قالك هو بوش؟ ماشي، في ايرورز، الايرورز بسبب ان في كذا مين. لا، مين ايه علاقة جيت هاب بالمين؟ هو جيت هاب مش هي، هو انا حاطط مين؟ ثانية واحدة، انت اسمك الا تكوني عاملة، بس لا تكوني جايبة التمبلت بتاع اول تاسك. تاني تاسك دوت المفروض ان هو مش بيتعلم صح وغلط، فلو حد بيتعلم صح وغلط يبقى هو غالبا واخد التمبلت بتاع اول تاسك. لا هو مش قصدي صح وغلط، هو دلوقتي هو مش ظاهر لي، في مش هو بيبقى فيه مين وفيه اللي هو الكود اللي بيبقى اخضر ده، انا مش ظاهر لي ان انا نزلت كواد، ظاهر الريدمي والدوت جيت بس. ده الستارتر فايل. يعني ما كانش فيه مين فعلا، انت اللي هتزودي الفايلات بتاعتك براحتك. ماشي، ما انا عملت بوش بس هو ما ظهرش. يبقى في مشكلة وانت عملتي وانت بتعملي بوش. ايه الرسالة اللي بتطلع لك لما بتعملي بوش؟ لا ما طلعليش حاجة، طلع لي في الجيت هاب. انت بتعملي بوش ازاي؟ مش بتكتبي في او يعني بتفتحي برنامج وبتعملي بوش، ولا انت بتعملي ابلود، ولا بتعملي ايه بالظبط؟ ايوه بطلع فوق بعد ما بكتب في السيليون، بقول جيت وكوميت، بعد كده بوش اند كوميت. حلو. لما بتعملي بوش اند كوميت هو المفروض يطلع لك رسالة ما ان الموضوع ده تمام او مش تمام، هيكتبها لك في حتة ما، انا مش عارف صح لاين هيكتبها فين، بس يعني اكيد في مكان هيكتب لك فيه الرساله ديت هي صح ولا يعني الحاجه اترفعت ولا ما اترفعتش. فغالبا في مشكله في الحته ديت ان هي ما بتترفعش، بسبب مشكله في البوش، مش مشكله في ان في كذا مين. ده جيت هاب ملوش دعوه بالفايلات اللي بتترفع، ارفعي اللي ترفعيه مش مشكله، هو جيت هاب ملوش دعوه. باشمهندس، هو باشمهندس، لو انا حليت السكوبر ورفعهم كلهم في فايل سي بي بي واحد كده تمام، ولا المفروض ارفع كل واحدة في فايل واحدة؟ لا يعني يا ريت كل واحدة فايل لوحدها عشان اوكي هعد الفايلات. خلاص هظبطها تمام. يعني كده هنعمل كذا مين. يا عم اعمل كذا مين عادي. انا في الاخر مش هرن الفايلات كلها في بروجكت واحد، كل فايل لوحده، كل فايل حل المسألة لوحده. تمام، انا كنت بقول احطهم كلهم باشمهندس، في نفس الفايل واعمل عليهم كومنت يعني. لا بعد اذنكم، عدد الفايلات بعد المسألة اللي انت حلتها.
تمام. باشمهندس ممكن اعمل شير سكرين بس اوري حضرتك حاجة؟ اتفضل. هو انت مفروض لك تعملي شير ولا لا؟ غالبا لا. المفروض دلوقتي اي حد يشير، جربي كده. هو غالبا المشكلة من عندي. طب حضرتك انا لما عملت الماركس والحاجات بتاعت الفايل بتاعت الصورة برضو مش بتظهر، هو كاتب لي الايمج واللينك وبس. اتأكدي ان الاكسكلاميشن مارك موجودة وان هي في السطر لوحدها، مش راكبة في السطر اللي قبله، وان اللينك مظبوط. مش عارفة برضو، مش طيب. تمام يا باشمهندس. تمام. حاجة تانية يا شباب؟ انا عندي سؤال بالنسبه للتاسك، اما برفع كان بيجيب لي في الاوتو جريدنج اللي هي الدرجه، بس على الاوتو جريدنج بيظهر لي شويه حاجات كده زي مثلا سيت اب جوب وشويه حاجات كده وشويه رن، فما بدوس عليهم بيطلع لي ايرور، فانا مش فاهمه هل كده في ايرور ولا هل الدرجه اللي بتظهر دي هي الدرجه ولا ايه؟ هو طلع لك الدرجة كام في الآخر؟ 10 هو ولا طلع صفر؟ لي 10. طب لا خلاص، طلع ما لي طلع. 10. طب تمام، هو سي في بيعمل اللي بيعمله عشان يرن الحاجة بتاعته، المهم في الآخر طلع لك كام؟ يعني ما فيش مشاكل في الايرور اللي طلعت لي دي؟ لا، ما هو لو كان في ايرورز ما كانش طلع لك 10 أصلا. خلاص هي بتظهر في الاوتو جريدنج اللي هي كومبليت صح؟ الاوتو جريدنج ايه؟ لا، هو طالع لي كده اوتو جريدنج وعليها علامة صح خضراء، وتحت اوتو جريدنج كومبليت وفي علامة تعجب كده ايوه و10. تمام، بس هو ده المطلوب. اوكي، اي حاجه تانية يا شباب؟ خلاص، اشوفكم يوم الاربعاء على خير ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا يا باشمهندس. نلعب؟ سلام عليكم.